رحب فيكم والمخيم مخيمكم. طبعا اول ما تفتح المخيم بمشهد بالضوء قدامك بالكراسي اللي حوله. كم مساحة هذه تقريبا؟ انتم مسوينها كبيرة ما شاء الله. ايه مساحتها تقريبا 4x4. أيه؟ والحفرة قطرها 3 متر. وكم تحتاجون خشب يوميا؟ تحتاج من 3-4 على حسب وقتك. على حسب الوقت، على حسب القاعدة. طباخ فيه سواء طباخة وسواء حق مثلا حق الدفا ولا القاعدة العادية، تحتاج من 4-5 على حسب. 4-5 شنو؟ جذوع. جذوع أو سواء الخشب العادي اللي هي الجاليات المربعات، هذا الخشب العادي. أيوة عندك المرافق، نبتدي هني أول شيء. عندك المطبخ، إنزين، ويباشر على طول بعده القاعدة. طبعا المطبخ بيكون فيه احتياطات السلامة من طفايات، إنزين، وإحنا ابتعدنا عن شغلة اللي هي اسمها غاز. دام احنا متطورين، الجنريتر موجود وجدر الضغط الكهربائي عشان تتجنب الحروق، الاشياء الخطره. من عقب هيك المرفق الثاني اللي هي القاعده الخارجيه، مثل ما نسميها يسمونها السيم. قاعده بسيطه 3 متر في 3 متر، ارتفاعها بسيط ومغطيه من فوق بالخوص. طبعا المرافق الثانيه خيمتين بتكون. طبعا مخيم عائلي، خيمة بتكون حق الرجال وخيمة حق الحريم. الخيمة حق الرجال طبعا 5x8 شاملة قعدتها، طفاية الحريق لا سمح الله حق السفتي، ونفس الشيء خيمة الحريم. والحمد لله هذه اللي. شنو الشغلات اللي شجعت المنظمين يعطوا مخيمكم جائزة أفضل مخيم؟ والله كمطابقين، كشروط، كمساحة، كإجراءات أمن وسلامة، كمسافة بين الخيام، وحفاظنا على البيئة البرية اللي هي البيئة. كمثلا نعطيك مثال الزرع، فاحنا حفاظنا على ذي الأشياء. ما شلتوها؟ ما شلنا ذي، وما استخدمنا يعني أدوات بناء كمثلا سميت أو غيره من ذي، فتعاملنا مع الأرض الطبيعية. نشكر المحافظة الجنوبية وسمو الشيخ ناصر على المسابقة الطيبة، وهذه من عوائده، وعلى المنظمين في المحافظة الجنوبية وعلى تتبعهم للخيام. ما شاء الله يعني بشكل دوري يدورون على المخيمات وش يكون السلامة فيه. والله ما لك الحمد، والله وفقنا وفزنا في المسابقة، ومشكورين على زيارتكم، ونتمنى تزورونا في وقت ثاني يا رب.